السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا عشاق القصص الواقعية. شخص كيعيش حياته هاني هو وعائلته الصغيرة، وفي لحظة كيتحول لمجرم. وهذا اللي غنشوفه في قصتنا اليوم. إذا كنتي من عشاق القصص الواقعية حاول دعمنا بالاشتراك، ما تنساناش بلايك ولا ديسلايك اللي ما عجبتكش القصة، خلي لنا شي تعليق حول الموضوع ولا شي نقد منا. نصليو على النبي ونبداو قصتنا. جو كراش 61 سنة، عايش هو وعائلته الصغيرة اللي كتكون من ولد وبنت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. كان عاشق للعبة الجولف، وكذلك كيشتغل كمدير شركة تسليف الأموال. وجو كيبان للناس بأنه يعني إنسان عادي كيعيش حياة سعيدة مع الأسرة ديالو الصغيرة، ولكن جو فيه عنده واحد السر خطير اللي هو إدمانه على القمار اللي كان كل ليلة مدمن عليه، يعني كل ليلة كيقمر. واللي زاد من إدمانه هو فتح واحد الكازينو حدا الشغل ديالو، يعني حدا الخدمة ديالو تفتح كازينو. إيوا راك تماك، يعني فوق ما يخرج من العمل تيمشي يقمر. إلى حتى واحد الليلة خلى يعني شيكات بدون رصيد للقيمة ديالها 80,000 دولار، وكذلك يومين موراها خلى يعني واحد الليلة 18,000 دولار. وفي اليوم الموالي من الخسر، الليلة اللي خسر فيها 18,000 دولار، كتهاتف النيابة العامة وكي يعني كينصحوه باش يتفاهم مع الأبناك باش يرد لهم الفلوس ديالهم، ولا راه غادي تبت عليه تهمة الاحتيال والنصب. اش غايدير؟ مشى قال لها الزوجة ديالو اللي بقات مصدومة، وقالت له انا ما نقدرش نعيش يعني وانت محبوس. ابقى تيشوف وهو تجي له واحد الفكره جهنميه في راسه، واللي هي غادي تخلص من الزوجه ديالو باش ما تعيش الالم موراه. وداك الشيء اللي كيكون واحد الليله كينوض يعني بالليل وهي نايمه، وكيطلق عليها 4 ديال الرصاصات، يعني 3 في الصدر ديالها وواحده في الراس ديالها. اللي هاد الزوجين يعني عندهم 40 سنه ديال الزواج، وقدر يعني قلبه طاوعه باش يتخلص منها. المهم ناض خرج ومشى للمكتب ديالو، فعاود يعني ما يهرب لا، مشى للمكتب ديالو وجلس على الآلة الكاتبة وبدا كيكتب رسالة للأولاد ديالو بأنه يعني راه ماشي لخاطرو دار هاد الشيء، وبأن عليه فلوس كثيرة اللي ما يقدش يردها، فلهذا كان ضروري بالتخلص من أمهم باش ما تعيش العذاب من غير السجن هو، وسامحوا له. وهذا الشيء اللي جا في الرساله. خرج من المكتب ديالو وقبض الطريق، وتما كيعيط في الهاتف للصهر ديالو وكيبلغوا باش يبلغ الشرطه على الجريمه. داك الشيء اللي كيدير نسيبو بلغ الشرطه. المهم اما صديقنا جو فهو ساق 320 كيلومتر وقدر يقضي واحد الليله في واحد لوطيل اللي استاجرو باسم مستعار. وخرج بالليل يعني يسهر مع راساته، قال بانهم يعني غادي يلقاو عليا القبض وغادي نتحرم من حريتي، ارى نستمتع هاد الليله. وفي الصباح ناض اتجه لمدينه واحده اخرى، ولكن كان تينقصو المال وما يقدرش يعني يسحبها بالبطاقه البنكيه ديالو. اش غايدير؟ تفكر بانه هز يعني البزطام ديال الزوجه ديالو. المهم مشى باش يسحب الفلوس من الشباك الاوتوماتيكي، وهو البنكه ديال الزوجه ديال البطاقه ديال الزوجه ديالو كتحبس. هنا عرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك، استقل السياره ديالو وهرب بالمنطقه، لان كان عارف البوليس غادي يجيو موراه داك الساعه. اتجه لمدينه واحده اخرى، كان وقتها يعني مازال له 25 دولار، وحتى البنزين ما بقالوش في السياره. هنا جات له واحد الفكره، وهو باش يسرق شي محل صغير لان ما تيكونش فيه العمال بزاف، ويقدر يكون فيه موظف. وصل لواحد المتجر وبدا كيستنى، كان فيه واحد الزبون. المهم دخل بدا تيدور واحد الساعه هو يمشي عند الكاسير، وقدر يسرق مبلغ 300 دولار، وقدر يتجه لمدينه واحده اخرى، قبض عاوتاني لوطيل، ولكن المال بدا تينقص، فما كان عليه الا يعاود السرقه. وبقى هكا، وكي جا في التحقيقات بانه استطاع يسرق اكثر من 30 محل في ظرف 5 شهور، يعني اللي دوزها ما بين الحانات ولي كازينو يعني القمر ولعبة الجولف.
يعني هكا الفلوس ما كتبقالوش. وهنا قرر باش يعني يطور من السرقة ديالو، وهو المحلات الصغار يعني فيهم تيكون فيهم مبالغ صغيرة، فلهذا قرر يسرق شي بنك ولا شي مصرف، ولكن ركز يعني غير على الأبناك المحلية ماشي الأبناك الدولية، باش ما تكونش موراه متابعة يعني من طرف دولة واحدة أخرى ولا يعني متابعة دولية. فلهذا قرر يسرق غير البنكات المحلية، وبالخصوص هذوك البنكات اللي تيكونوا خدامين فيهم غير النساء. وهكا بقى تيقلب إلى حتى لقى واحد البنكة خدامين فيها 4 ديال النساء، بقى تيراقب كل نهار إلى حتى واحد اليوم كيشوف أثناء المراقبة بأن واحد موظفة يعني خرجت بحال الغداء. المهم قال هذه هي يعني اللحظة المناسبة باش ينقض على ذوك 3 النساء داخل ذاك البنك ويسرقها. المهم دخل البنك واستولى على مبلغ ديال 9000 دولار وكمل حياته يعني عاوتاني ما بين لعب الجولف والقمار والخمر والسهرات، الى حتى جا يوم 2 ابريل سنة 2002. هذاك النهار قدر يسرق مبلغ ديال 14000 دولار، ومن بعد مصرف اخر كذلك قدر يستولى على مبلغ ديال 14000 دولار كذلك، وبقى غادي مستمر يعني في ذاك السرقات الى حتى واحد اليوم كيقدر يسرق مبلغ ديال 40000 دولار. ويعني رجل يعني في عمر 61 سنة وقدر يعني كيف قلت لكم راه فوق 30 محل ويعني فوق 4 ولا 5 ديال الابناك. المهم اخر مرة كيف قلنا سرق 40000 دولار. المهم مشى يكمل حياته بالزهو والنشاط والسهرات ولعب الجولف اللي كان مدمن عليه بحاله بحال القمار، يعني تيبغي يعيش كلاس. وكذلك تعرف على شي ناس اللي كان تيسهر معهم، الى حتى واحد الليله واحد من داك الاشخاص كيشوف الصوره ديالو بانه يعني متابع من طرف الشرطه الفيدراليه. هنا كيبلغ الشرطه اللي قدروا يكشفوا المكان ديالو، وبالضبط في سنه 2003 كيلقاو عليه القبض، ودوز يعني 21 شهر ديال المحاكمه اللي فيها جريمة قتل الزوجة ديالو وكذلك المحلات والمصارف والأبناك اللي سرق كيتحكم عليه. المهم اعترف بالمنسوب إليه كامل، يعني هادشي غير باش ما يعدموش. شنو هو عطاو حكم ديال 51 سنة، كيف قلت لأنه اعترف بجميع المنسوب إليه. قصنا وصلت لهنايا، نطلب من الله تكون فيها شي استفادة وتعجبكم وما يكونش ثقيل على قلبكم. ودائما شكرا للتعليقات ديالكم، واخا ما تنردش عليها راني كنقراهم، وانتم اللي مخليني مستمر. جزاكم الله بخير، وحتى القصة الجاية استودعكم الله، والسلام عليكم.